يبقى احنا جبنا جريد في الاكس واي في الاكس بمسافه 6 متر وفي الواي بمسافه 5 متر. زي ما قلت عايزين نوصف القطاع من قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز اريا سيكشن. هنيجي نوصف هنا طبعا شيل زي ما هو واقول لكم ايه التانيين دول بنعوزهم في ايه. هنيجي نقول له اد نيو سيكشن هنسميه سلاب او فلات سلاب اي اسم يعجبك. سلاب 20 على اعتبار ان هو يبقى سلاب 20 سم. وهنيجي هنا نلاقي في عندنا ماده ماتيريال كونكريت اللي هي 4000 بي اس اي بيسالني على الثيكنس مرتين ممبرين ستيفنس ممبرين ثيكنس وبندنج ثيكنس. بندخل الاثنين اللي هم ال 20 سم بتاعنا لان الاولانيه بيحسب الممبرين ستيفنس على اساسها والثانيه بيحسب البندنج ستيفنس على اساسها. هنيجي نقول له اوكي اوكي. يبقى احنا كده وصفنا قطاع اسمه سلاب 20 زي ما عملنا في لا ما بتحصلش انت خدت ست موديفاير بعد كده. هنعمل كده حاجه اسمها ست موديفاير عشان ناخد الكراكت سيكشن. احنا كل ده شغالين ان كراكت سيكشن. بص معايا لو تفتكروا كنا قبل كده في البيم بنحط جوينت في الفريم حط جوينت ونوصلها بعناصر وبعدين خدنا حاجه اسمها ايه؟ كويك فريم. فنفس القصه ممكن هنا احط نقط واجيب اريا سلاب 20 اهي القطاع بتاعنا واوصل النقط ببعضها. بقى في هنا بلاط سقف او يجوز اعمل اندو اندو في كويك اريا بقى. يجوز في النص كده راح الراجل حاطط لك بلاطه سقف. كلام ظريف. بنختار الاربع نقط دول اللي هم اماكن الاعمده وندخلهم هنج. احنا كده هنحل نتيجه الديد لود عايزين نضيف له لايف لود وكفر عادي خالص. هنختار السقف ندخل من قائمه اساين مش فريم لودز بقى اريا لودز يونيفورم هنيجي ندخله في اتجاه الجرافيتي. عندنا اللايف لود نفترض انه 250 والكفر 150 يبقى 400 يعني 0.4 طن يعني 4 كيلو نيوتن على متر مسطح. ثاني 250 لايف 150 كفر يبقى 400 كيلو جرام على متر مسطح يعني 0.4 طن على متر مسطح يعني 4 كيلو نيوتن على متر مسطح. حتى لو كتبهم لي 0 0 ناقص 4 معناها الحمل في الاكس 0 الواي 0 في الزد كام؟ سالب 4. لو حلينا كده حلينا مش هيطلع مظبوط. ليه بقى؟ انه بيحارب الفاينيت ايلمنت، الفاينيت ايلمنت بيستطيع يحسب البندنج مومنت والديفليكشن بدقه عند الكورنرز بتاعت العناصر. البندنج مومنت المفروض هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر. اللي بينهم بيحسبهم بالايه؟ بالنسبه والتناسب. فكده هيطلع لك كل برضه على مومنت بصفر. مش هيطلع ديفليكشن لان الاربع نقط دول مفيش فيهم ديفليكشن. فالحال ان انا لازم قبل ما احل اختار السقف وادخل من قائمه اديت اديت اريا ديفايد اريا قسم لي العنصر الواحد ده الى عناصر صغيره. هنيجي نقول له قسمهم لي مثلا 10 في 10 يبقى العنصر الكبير ده كان 6 متر في 5 متر. طب هيقسموا لي 10 في 10 يبقى العنصر الصغير كان في كام؟ 60 سم في 50 سم. ايه الميزه في اللي انا عملته؟ ان كل عنصر من دول هيحسب لي المومنت والديفليكشن بدقه فين؟ عند الكورنرز بتاعته. صح. تعالى نحفظ لو عملت رن من غير ما تقسم هتديك نتائج هبل. هيديك ديفليكشن بصفر ويديك مومنت بصفر كله بصفر. تعالوا نعمل رن كده رناه. تعالى ننظر في 3 دايمنشن. ادي شكل الديفورمد شيب ادي شكل
ديفورمد شيب، وينفع نقول له واير شادو يوريك المنشأ الأصلي والمنشأ المشكل. ممكن واحد يحب يبص كده باطمئنان وإتقان يزود السكيل وليكن 10 مثلا إلى 300. ماشي يا جماعة؟ وبقدر مبالغ فيه طبعا يعني. إيه؟ ده شكل الديفورمد شيب. طيب عايزين نشوف البيندنج مومنت او الرياكشنز. او راجل كتر خيره جاب لي الرياكشن بس مش شايفين منه حاجه. يجوز ندخل من قائمه اوبشن، يجوز ندخل من قائمه اوبشن دايمنشن توليرانس، في حاجه اسمها مينيمم جرافيك فونت سايز، تعالوا نخليه 8 كده هو كمان. اوكي يروح مزود الايه تاني. انا يا جماعه من قائمه اوبشن دايمنشن توليرانس حاجه اسمها ماكسيمم جرافيك فونت سايز ومينيمم، خلي الماكسيمم 8 والمينيمم 8 او 6 مش فارقه، يوم يزود لي الكتابه شويه عشان تبان. واضحه؟ طيب كلام جميل. جبنا الرياكشن، طبعا الرياكشن متساوي على كل العمدان لانها سيمتري. عايزين نشوف البندنج مومنت، مش هنختار بقى فريم، فريم مطفيه مفيش هنا فريم، هنختار مين؟ شيلز. في عندنا ام 11 ده المومنت في اتجاه اكس، ام 22 ده المومنت في اتجاه واي. شوف المومنت في اتجاه اكس عامل ازاي. تعال نبص في الاكس واي كده، ده المومنت في الاكس، ده المومنت في الاكس. يجوز ان احنا النقط دي تكون مضايقانا، ندوس على علامه الصح ونخلي الجوينت انفيزيبل. يعني شايفين النقط دي عامله ايه؟ ضايقانا نفسيا. لو خليناها انفيزيبل اوكي الاقي الشكل طلع جميل. نعم. ايه؟ تاني جيت يا جماعه من هنا من القائمه اللي كنا بنشوف منها الجوينت، دخلت على الشيل قلت له ورينا ام 11 النور قطع. الحمد لله. ايه بقى الشكل اللطيف الظريف اللي طلع لينا؟ لا كان في خريطه، كان في حاجه زمان بيوزعوها في المدارس اسمها اطلس، اسمعنا اطلس الوطن العربي، كان في خرايط فيها بتوضح لك طبوغرافيه الارض، تلاقي رسمين لك كده حاجات رصاصي، حاجات خضراء، حاجات زرقاء وصفراء، وفي في الجنب الخريطه كده مفتاح للخريطه يقول لك الرصاصي ارتفاعات من 20 متر ل 40 متر. شفت الحاجات دي؟ حكى لكم عليها اكيد. هو محظوظين. في ناس تانيين ما شافوش. طيب فنفس الكلام عندنا. النور جديد. فنفس الكلام عندنا. انك انا عايز اديك المومنت على السقف كله باكس. فانت ممكن تاخد شريحه، خد بالك مثلا لو تخيل ان الباكت عندنا هي دي. بصوا معايا انا ممكن اخد شريحه المومنت هنا وعلى بعد نص متر هنا وهنا وهنا، فانا ممكن اخد عدد لا نهائي من الشرائح. صح ولا مش صح؟ فالراجل عايز يرسم لك شكل عام، فيرسم لك شكل عامل زي الخريطه الكونتوريه. عارفين الخريطه الكونتوريه بتاعت المساحه؟ في الخريطه الكونتوريه في المساحه بعد ما كنت ترسم الخريطه الكونتوريه كان ساعات يديك خط ويقول لك ارسم المومنت على القطاع ده، او يقول لك ارسم شكل القطاع. فاكرين دي شويه؟ تقوم تيجي تاخد ايه ترسم بقى نازل وطالع حسب الطبوغرافيا. صح صح؟ هو نفس الكلام موجود عندنا هنا. الشكل اللي طلع لينا ده بيوضح لنا قيم المومنت في اكس عند كل نقطه. ويجوز لك انك تاخد شريحه وترسم المومنت عليها. ماشي يا جماعه؟ بس يجي النور. طبعا هنلاقي في مفاجاه عجيبه موجوده في البند مومنت. هنلاقي ان الماكسيمم، هنلاقي بيستنى شويه هتلاقي بيدن ربع ساعه ونص. في ملحوظه غريبه هنلاقيها،
هنلاقي ان الماكسيمم مومنت ما جاش في النص. نشوف دلوقتي لما ان شاء الله يجي في كذا، هنلاقي ان الماكسيمم مومنت بيحصل في نص الاطراف، ودي حاجه الناس ما بتستوعبهاش كتير. يعني الماكسيمم مومنت مش بيبقى في نص البلاطه، بيبقى في نص الطرف ده، يعني نص الادج ده تلاقي الماكسيمم مومنت فيه، نص الادج ده الماكسيمم مومنت فيه، وهكذا. مش نقطة خالص. وقبل كده لما كان طفى بيفتح بعدها بفترة طويلة. قول له جاي، قول له جاي خلاص. اشتغل اشتغل على يعني ايه الكلام ده؟ بصوا معايا في الشغل، ناس تركز، نعمل زوم عشان نكبر الحته شويه. بصوا معايا يا جماعه، في الجنب حاجه اسمها مفتاح الخريطه، شايفينه؟ شايفينه؟ ادي الصفر، ادي 3.5. اي حاجه لونها احمر فاتح يبقى المومنت فيها من 3 ل 3.5، اي حاجه احمر غامق من 3.5 ل 7، اصفر من 21 ل 24.5. الاصفر ده هو النص اهو، شايفين المومنت بكام؟ 23. شوف دي بنا، انا واقف حته صفر، ولا انتوا شايفين الاصفر؟ تمام. كل ده المومنت في مين؟ في اكس. طبعا لاحظ ملحوظه مهمه، بصوا معايا، المومنت كده المومنت هنا بيزيد، كل ما ينزل بيزيد. واضحه؟ سهله وصعبه. وفي الاخر المومنت بصفر، كل ده المومنت في اكس. لو جيت خدت شريحه هنا، شريحه هنا، شريحه هنا، شريحه هنا، شريحه هنا، شايفين المومنت؟ اقصى مومنت عندنا جاي هنا اللي هو 45 ده، 44.5، في حين المومنت هنا في النص 35. اشمعنى بقى؟ بالظبط عشان الديفليكشن. ليه؟ لو رسمنا الديفورمد شيب، انتوا عارفين ان البني المومنت مش بيجي من الاحمال بس، بيجي من الاحمال والديفليكشن. بدليل ان لو عندي كار ما لهاش احمال خالص اصلا وحصل فيها ديفليكشن في البني، بيجي عليها مومنت ولا ما بيجيش؟ الكاميرا انديترمنت، كاميرا انديترمنت، حصل ديفرنشال سيتلمنت، السبورت اللي في النص نزل 2 سم، بيجيب بين المومنت ولا ما بيجيبش؟ بيجي. يبقى الديفليكشن في حد ذاته بيجيب بين المومنت. فسيادتك لما تيجي تبص معايا للكاميرا دي، نظرا لانها فلات سلاب، فالنقطه دي نزلت ديفليكشن زيرو، ودي زيرو، ودي زيرو، ودي زيرو، فعلا صح. معايا؟ لكن هتلاقي النقطة دي نزلت 2 سم مثلا، ودي 2 سم، 3 سم عشان ده بحر كبير شوية، 3 سم معايا؟ 4 سم. لو بصيت على الشريحة دي، النقطة الأولى نزلت 2 سم، والأخيرة نزلت 2 سم، واللي في النص نزلت 4 سم. الديفرنشال ديفليكشن هنا بكام؟ في حين ان هنا زيرو وهنا زيرو وهنا 3، يبقى الديفرنشال ديفليكشن هنا بكام؟ مين فيهم الاكبر؟ معانا شويه؟ لذلك بيحبذهم الفلات سلاب ان هم يحطوا ميرجنال بيم لو متاح، لو متاح حطوا بيم في نهايه عشان المومنت ده. فده المومنت في مين؟ في اكس. وعايزين مومنت في واي اهو ام 22، ده المومنت كده. خد بالك كل الشريحة المومنت في الاول بصفر، في الاخر بصفر، وفي النص ايه؟ ماكسيمم. وكل ما الشريحه تقرب من الادج تلاقي المومنت على بي ايه؟ بيزي. سهل ولا صعب؟ سلام. طب نفس السقف ده عايزين نعمله مره ثانيه سوليد ستيت، هيفرق ايه؟ فرق بسيط، هنجيب نيو موديل اثنين، عايزين اثنين جريد في اكس واثنين جريد في واي،
واحد في الزد في مسافة 6 متر في الاكس وبمسافة 5 متر في مين؟ في الواي. هنقفل واحد فيهم ونكبر الثاني اكس واي. ديفاين سيكشنز فريم سيكشن. ايوه مش في عندي كاميرا؟ اوصف الكاميرا بتاعتي اللي هي بيم 60 في 25. اوكي وهدخل في ديفاين سيكشن اريا وهوصف قطاع اسمه سلاب 14 سم سوليد سلاب وهيبقى 14 سم. واضحه؟ اجي بقى ما بقاش في الشغل كده. اجي كويك فريم وحط بيمة هنا حط هنا وهنا وهنا. طبعا الميزه في الكلام ده ان ساعات تلاقي السقف بتاعك له سوليد تماما ولا فلات تماما. يعني يجي يقول لك انا هحط ثلاث كاميرات ومش عايز احط هنا كاميرا عشان المدخل والعربات الداخله والخارجه مثلا، يعني عادي ما احطش كاميرا. يبقى اي مكان فيه كاميرا ريال احط فيه فريم اليمنت. سلام صح. اي مكان فيه كاميرا ريال كاميرا في الحقيقه بحط فيها فريم اليمنت. واي حته فيها براطة سقف بحط فيها اريا. لما نشوف المره الجايه ناخد مثال معقد شويه. الحته اللي فيها مانور ايه في كاميرات حاملين المانور احط فيها فريم فريم فريم. طب هل في في المانور ده في براطة سقف؟ ما احطش فيها. يبقى هي دي الميزه الخطيره في السقف، ان انا اي حته فيها كاميرا في الحقيقه بحط فريم اليم، اي حته فيها براطة سقف في الحقيقه بحط فيها اريا. كلام سليم؟ طبعا العمليه كده بقت بسيطه. ابدا اجي اختار بلاط السقف دي واحملها، بالك معايا احملها باربعه اللي هو اللايف رود والكفر. شوف بقى الكلام الجميل ده. وهختار دول، خد بالك ان هنا في خداع نظر. البلاطه مخبيه على الكاميرات، ممكن واحد يقول لك الكاميرا مفيش كاميرات، اعمل شرينك. بص هنا حاجه اسمها شرينك، يعني انتوا عارفين في الشتاء الناس تنكمش، هو الراجل بيتمش لك الكاميرات والبلاطات وكل حاجه عشان تعرف تميزهم عن بعض. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جميل جدا. ممكن تلغي الشرينك لو مش عايز. طيب هاجي اختار دول كلهم وهدخل في قائمه اساين فريم فريم لودز يونيف ديستريبيوتد واوصف حبل مثلا خمسه. ايه ده خمسه دي؟ الحوايط مش فيها حوايط فوق الكاميرات؟ اوصفها يونيفورم لود. يبقى الميزه هنا ان انا عندي فريم اليمنت وعندي اريا اليمنت. الاريا اليمنت بتمثل البلاطات، الفريم اليمنت بتمثل الكاميرات. ابدا حمل كل واحد بالاحمال بتاعته. ماشي يا جماعه؟ اوكي. لو بصينا في 3 دايمنشن ادي المنظر الجميل، دي احمال الحوايط بتاعتي. طيب النقط دي كلها هنجز. ممتاز. باشمهندس بيسأل سؤال مهم، بيقول لي انت لما جيت تختار السقف كله تختار السقف معاك، هو حسب الامر اللي انت دخلت عليه. يعني انا كده لما شاورت على دول كلهم، لما تدخل في قائمه اساين تلاقيه منور لك الفريم لود والاريا لود. لو دخلت على الفريم لود يقوم يطبق على الفريم ويطنش الاريا، دخلت على الاريا لود يطبق على الاريا ويطنش مين؟ الفريم. وصلت؟ طيب الان ينفع حل، بس لازم اقسم البلاطه من قائمه ايديت اريا ايديت اريا ديفايد 10 في 10. بيفضل ان حجم الاريا الصغيره تبقى تتراوح ما بين نص متر ومتر. تتراوح ما بين نص متر ومتر، هنختار 5 سم في 60 سم. واضحه؟ طب سؤال بقى مهم، هل لازم اقسم الفريم عدد تقسيمات زيها قبل كده؟
بقول يا جماعه من ناحيه ثيوريتيكال المفروض اقسم الكاميرا زي تقسيمه البراغي. زي ايه؟ زي انا لو بحل ستيفنس مثلا، في عندي كاميرا 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 في عيد اللي عايز احلهم سبيس فري، هل ينفع واحد ياخد الاليمنت ده من اوله لاخره ويعتبره اليمنت واحد؟ لا، لازم يقسمه لانه واصل ما بين ديجري اوف فريدم وديجري اوف فريدم وده 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 عشان يجمع في النقطه دي الاربعه ممبر اللي متلاقيين معاه الاستبس بتاعك. صح ولا صح؟ فمن وجهه نظر النظر الثيوريتيكال لازم ان انا اكون مقسم الكاميرات زي تقسيم البراغي، وده اللي كان لازم نعمله في فيرجن 10 ساك او ما قبل ذلك. فالناس عملوا حاجه حلوه ان هم الدور جوه البرنامج شرط، لما تيجي تحل وتلاقي الكاميرات مش متقسمه قسمها زي البلاطات. يعني هو الراجل الواحد قد تفكر بيعمل ايه؟ يقسم. فانا في فيرجن 14 و 13 و 15 مش لازم اقسم الكاميرات. يعني لما نيجي نعمل شرينكش بص شوف كل دي عناصر صغيره ايه؟ لك شوف الكاميرا جايه منين؟ من الاول للاخر. مفيش اي مشكله خالص. تعالوا نحل نلغي الشرينكش مش مشكله. نحل ايه شكل الديفورمد شيب ده بيبي مومنت تعال شوف كده الديفورمد شيب اهو. لو قارنا الديفليكشن ده بالديفليكشن ده هو هنلاقي ده اقل. انت طبعا انتوا عارفين حضراتكم الصوره الكبيره الديفليكشن بتاعها اقل من الايه؟ من الفريم. نيجي هنا بقى عايزين نشوف الرياكشنز، مش شايفين. خش في المينيمم نخليه 6. فنلاحظ ان الرياكشن زاد، ان ضفت هنا احمال الحوايط، هناك ما كنتش حاطط احمال الحوايط 62. جميل جدا. وهناك كان الرياكشن 65، لكن هنا عشان حاطط احمال الحوايط 101. طبعا الاصل ان السوليد سلاب بتجيب رياكشن اقل من الفليكس سلاب. حسب الحاله اللي عندك، حسب الحاله. يعني ساعات في بعض البلاد تيجي تعملها سوليد سلاب نفسك عمال تلف حوالين نفسك وتحمل الكاميرا دي على الكاميرا دي والكاميرا دي على الكاميرا دي والكاميرا دي على الكاميرا دي، وتلاقي الدنيا بقت ايه؟ فيلم كبير والمنظر المعماري بقى تعبان خالص. تدخل من باب الشقه تلاقي تمشي في الطرقه خمس ست كاميرات مقابلينك، واخد بالك؟ لكن لو المبنى سيستماتيك يعني بيتعمل فيلم سيستماتيك بيفضل كده. طيب تعال نشوف بقى البن المومنت. خد بالك في عندنا اثنين بن المومنت، يبني مومنت للفريم وللشيل. لو جينا نشوف للشيل ام 11 ده المومنت فين؟ على الكاميرا على البلاط. شايفين الماكسيمم فين؟ في النص. صح؟ في ملحوظه غريبه لما تقرب من الاخر كده تلاقي المومنت يديك بالنيجاتيف. حد شايف رقم السالب ده؟ ايه ده؟ مومنت نيجاتيف على البلاطه؟ خدناها قبل كده. ما تعرفش راح في البلاطه بترسم مومنت ويرسم لك مومنت فوق. تبني الاسبوع 24 بالسالب. جه منين ده يا جماعه؟ ان في بارشالي فيكسد ما بين بلاط السقف والكونتينر. صح ولا صح؟ ده المومنت في اكس. نفس الكلام ممكن ترسم المومنت فين؟ في الوورد. وطبعا ماكس مومنت في النص لان الكاميرات ريجيد فالديفليكشن عليها قليل. الكاميرات ريجيد فالديفليكشن عليها قليل. طب عايزين نشوف المومنت على الفريم بقى ام 33 اهو. ده بن مومنت. ممكن نخفي الشيلز الاريا نخليها نوت ان فيو. شايف المنظر؟ حد واخد باله؟ ده بن مومنت يا جماعه. ويجوز انك تجيب فيو 3 دي فيو ما خدناش قبل كده دي طبعا. نعمل كده او بالكنترول وسكرول شيفت والففه بقى واعمل. بس يجوز نعمل حاجه حلوه قوي. بصوا الحته الجميله دي، يجوز ان انا من فيو 3 دي فيو اجي هنا اخلي الزاويه دي 270 بالظبط والغي النظاره يوم يجيب لي المومنت بتاع الكاميرات اللي في اكس ثاني. ما هي النظاره دي بتعمل المنظور، انا مش عايز منظور. انا جبت فيو 3 دي فيو وخليت زاويه 270
فكأن قعدت اقلب السقف لغايه ما بصيت له كده فيجيب لك كاميرات الفليكس ونخليها 180 يوم يجيب لك كاميرات اللي فوق هتبان قدامنا في الاسقف الكبيره ونشوف ازاي بنطلع البوم عليه. كلام ظريف ومذهل. عرفنا ازاي نمثل فول ستيب وازاي نمثل فول ستيب. المره الجايه ان شاء الله اجيب لكم معايا بلان كده يكون محترم عشان كده مكلكعه نعملها مره فول ستيب ومره فول ستيب ونشوف ازاي نسلحها ازاي بنصممها ونحط حد اضافي في حياه الفول ستيب. حد له سؤال؟ هتوقف العملي؟ هتوقف التسجيل؟ تسعة ليه يا عم؟ 10 10 10